عشان تقدر يبقى عندنا كوادر تقدر تعمل المواهب اللي احنا بنكتشفها، فنزود البروسيس بتاعتها ونزود الكفاءه بتاعت المنظومه بتاعتنا في انتاج الناشئين. انا افكر في التدريب والتعليم والمدربين، يبقى اهم حاجه ان انت تفهم المناخ او الجو اللي انت عاوز تعمله لمده 5 ايام في مفهوم الكورس. Because what you often see is that coaches when they work with players they have very high expectations of those players. لان اعتقد ان بيلاحظ ان المشرف او المدربين بيبقوا دايما حاطين سقف توقعات عالي جدا من اللعيبه بتاعتهم. اتمنى انه نشوف يوم من الايام في مصر اتحاد كوره عنده مبادئ عدم تدرج الوظائف، يكون عنده نوع من مبادئ عدم تدرج الوظائف. المستشفي في اتحاد الكوره بتاعنا سواء على مستوى اعضاء مجلس الاداره او على مستوى مناصب ثانيه للعبه، عشان الكوره بتاعتنا تتطور. احنا لو عايزين الكوره بتاعتنا تتطور لازم تبقى عادله، وعشان تبقى عادله لازم نمنع كونفليكت اوف انترست. فاتمنى ان اتحادنا يعمل كده في يوم من الايام. تقدر تقول ان الكوره المصريه حققت نجاحات في الماضي.